أهلا بكم في قناة كما يقول العلم. قبل أن نبدأ، لا تنسوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الاشتراك في القناة. معلومات عن العسل. خروج العسل من النحلة يكون من فمها. أول نعمة ترتفع من الأرض إلى السماء هو العسل. إن عطر العسل يفتح الشهية. الماء جرام من العسل تعطي 325 كالوري. الكيلو عسل يساوي في تغذيته 5 كيلو حليب، 26 موزة، 60 برتقالة، 50 بيضة، 11.750 كيلو لحم، 12 كيلو خضروات. الكيلو عسل يحتاج إلى عمل 300 نحلة تقوم بأربعين سفرة طيران. القرص الواحد من العسل هو نتاج طيران النحل مسافة تزيد على 300 مليون كيلومتر، يقوم النحل فيها بأربعين ألف رحلة ذهاباً وإياباً. إن عصير الليمون يستعمل مع العسل لإفاقة مدمن الخمر. تسخين العسل إلى درجة عالية يفقده الفيتامينات. إن النحلة تعيش بضعة شهور والملكة تعيش 6 أعوام تقريباً. إن العسل يبيض الأسنان، وذلك بمزجه مع الفحم الصناعي الطبي ودلك الأسنان بذلك العسل. إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النحل. من إعجازات العسل أنه لا يتسبب في تلف الأسنان كباقي المواد السكرية، بل يعالج اللثة في الأطفال وقت التسنين. قبس عسل. إذا أعجبكم الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة لمزيد من المعرفة. شكراً للمتابعة، والسلام عليكم.